اهلا وسهلا فيكم في قناة A and Y Games. اليوم رح نلعب لعبة الهروب من حضانة البيبي الشرير. رح اختار اني اكون نيو بورن، يعني حديث الولادة، في انك تكون هيك خبير، بس لا انا بيبي صغير حديث الولادة. هاي الحضانة اللي احنا فيها، يا الله هاي اللعبة ما بقدر اشوف رجلي، انا كتير بكره العاب الاوبي اللي ما بقدر اشوف رجلي فيها. حاسة انه اللعبة رح تكون كتير صعبة، بس خلينا نشوف كيف النطات تاعتها. ايش هاد؟ لازم اضغط هذا زر. هذا شال الليزر اللي كان مسكر على الباب. مش عارفه ليش حاطين ليزر في الحضانه، شكلها حضانه فخمه حقها مليون، فيها ليزر وكاميرات وبكهربوا البيبيات اللي ما بسمعوا الكلام. فايش هاد؟ لازم انط من هون وادخل جوا هذا اللي بيقولوا له فنت، وهلا لازم هاي انط. صوت اطفال، مش عارفه اطفال بتضحك ولا بتعيط. شو هاي الغرفه؟ هاي الغرفة. هذا هو البيبي، عنده عين حمراء وعين خضراء، ما بعرف شكله حسب مزاجه او من كتر العياط حمرت عينه الثانية. الله نط كتير صعب وانا مش عارفة وين انط، مش عارفة. في طيارة بتحلق فوق، في كتير اشياء مشتتة للانتباه، وقعت طبعا ما نطت اصلا، انتحرت. بعدين كل ما الواحد يموت بيكتبوا له هيك، بكتبوا له اشي يحبط من عزيمته انه اللعبة سهلة وكيف هيك توقعي. فلعبة صراحة شريرة كتير. ضل اخر نطة، في وحدة هون كمان، كتير النطات صعبين والبداية مش مبشرة. يا بنت وين انتحرت؟ لازم نط على ظهر الطيارة اللي بتحلق. دقيقة هلا بدي انط. الحمد لله نطت، بس من كتله التوتر شكلي ضغطت اشي. هاي ايش؟ العاب تانية بقدر الواحد يلعبها. دقيقه كيف تروحوا انتوا؟ انت كاني لعبتك الجراند با. اوكي راح. هلا انا لازم انط على الجهه الثانيه. واخيرا، وراح اضغط هذا الزر. ايش راح يعمل؟ طلع لي اشياء كمان انط عليها. يا حرام هذول لساتهم علقانين عند الطياره. وهلا راح احاول انط على هاي. يا ريتني ما لبست البلوزه السوداء هاي اللي إلها أكمام غريبة، كتير حاسة إنه الأكمام شكلهم غريب. مش ناقصني أنا أشياء غريبة، بدي أعرف أنط. وهلأ النطنت على هدول. يا بنت لو سمحتي لا تنطي على راسي لأنه الحياة مو ناقصة. كويس خليتها تروح، لأنه مش ناقصني أبدا أي حدا ينط على راسي وأنا مش شايفة وين راسي أصلا. أوف وأخيرا. وهلأ كتير هاي النطة مخيفة. ونيجي إيش هاد؟ ليش هيك محبوس في السجن؟ اشوف هاي النطات كيف شكلهم سهلين. انط هون. لا شو هاد؟ علقت فيهم. طب بقدر اتسلق واتدارك الموقف؟ مش حاسه اني بقدر اتدارك الموقف، بس حاسه انه في مجال، يعني بما اني لساتني على قيد الحياه انقذ ما يمكن انقاذه. بس لا خلص متت. رح اتبع استراتيجيه تانية في النط، ما رح انط بالنص، رح انط على هاي العاليه. اوكي الحمد لله. هو في استراتيجيه معينه الواحد لازم يعرفها قبل ما ينط. حنط على هاي العاليه برضو. واللي ولد اللي قدامي مات، منظر اللي بيموتوا بيضايقني. وهلا اخر نطه. الحمد لله. ولازم امشي على هاد. ليش انت عم بتموت؟ كانها سهله مجرد مشي. لازم انط من فوق هذا الاشي الابيض. من كتر ما مات موتت حالي. هي مشي صح، ما في نطنطه. ليش انت متت مليون مره؟ مشي. اوكي انا رح امشي. انا من قد ما شفته مات قلت شكله هدول الاشياء البيضة اللي شبه المارشميلو اللي بشوه، لازم ننط من فوقها. بس لا الموضوع بسيط، بس امشي بهدوء، ما تستعجل، مش ضروري تركض عليها. فرح امشي عليهم. ما هدول اكيد مش مارشميلو، يمكن هدول. لا مش هتخليني اموت، مش رح استنى على حالك، عم بزق فيه. هدول شكلهم هذا الخرز اللي بخلوا الاولاد يتعلموا عليه، بس مش عارفه ليش تخيلته مارشميلو. وهلا هاي النطاط. كتير صعبة. الخشب المتكسرة، الخشب المتكسرة، الخشب، الخشب. من كتر الخوف فزت. في مدفع اطلقني، ذكرني برمضان المدفع، قرب رمضان. هلا لازم نطلع على السلم. لا ما تقولوا كمان طيارة. الحمد لله ما متت. كمان طيارة بدي انط على ظهرها. نطت الطيارة صعبة، علقت. ايش هاي الطيارة؟ ولا ديكور؟ انت يا رب تكون ديكور عشان ما اضطر انط عليها. شكلها بس هيك لعبة تحلق فوق راس البيبي. وهلا رح انط على هدول المكعبات، شكله لازم ندخل من هون. خبطتها خبطة قوية وحطمتها. وهلا وين هذا المكان؟ بدنا نرجع ننتحر هون.
وين صرنا؟ البيبي نايم، لازم ننتبه ما نصحي. وين البيبي؟ يا انبسط شخيرة، كيف واسعك التخت؟ انت بيبي كتير ضخم. ما انا خايفة، حاطت لهاية كأنه مش عارفة كيف واسع التخت، عم طلع صوت كتير مقززة، بس هلأ طلع صوت لطيف هكا جوجو غاغا. ولا مش انت؟ مستحيل هذا صوتك، مستحيل. معقول في بيبي تاني لطيف عم بلحقني ألعب معه؟ بده يهرب معي؟ هذاك البيبي الضخم؟ لا، انت نفسك، انت نفسك، انت نفسك البيبي الضخم المرعب. خليني اهرب، فكرته هو بيبي لطيف لانه صوته كتير حلو، ابدا مش صوت هذا الكائن. خليني اهرب، صوتك كتير حلو، خليني اهرب بسرعة بسرعة، ما حخلي صوتك يأثر علي. هتذكر شكلك المرعب. لا لا لا، انت مش لطيف، انت شكلك حاطط بطارية او اشي. هذا صوت البطارية. I love you ماما. مش عارفة افتح المكان. يا شو هذا القرف؟ كأنه في بأنفه اشي مقرف، ولا بتهيألي في اشي ازرق طالع من انفه، بس مش عارفة ايش هاد. انت هذا صوتك الحقيقي، صوت الشخير رجع يعمل جوجو جاجا. لما يعمل جوجو جاجا يعني صحي. لازم اهرب بسرعة بسرعة. يا الله، هو بيبي مرعب، ما بعرف ايش بيعمل فيي لما يمسكني. بيلعب فيه، بيعمل لي خشخاشة، احتمال لانه العابه كتير ضخمة. شوفوا الدبدوب ما اضخم، ممكن يدعس علي برجله. هو بيبي عملاق مش بيبي عادي. دقيقة وصلت، بس بدي اركز هلأ، ما بدي اتغابى زي هديك المرة. ايش لازم اعمل؟ كان ما كان لازم اضغط اروح على الهاي، على الهاد مسكر. في اشي تاني كان لازم اسوي. هيا الزر 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 الزر، شايفة خياله؟ واخيرا هربت منه. عم بعيط، يا حرام، صار لك اشي يا بيبي؟ يا بيبي اشوفك. كيف شكله بعيط؟ انا بكره البيبيات اللي بيرموا حالهم على الارض وبعيطوا. خليك عيط، تستاهل. باي باي. هلا وين رح نصير بعد ما هربنا من البيبي؟ شو هاد؟ لا لا تقولوا رح ادخل في تم البيبي. اكيد حلاقي كل الاشياء، عفش البيت كله حلاقيه في بطن البيبي. كل البيبيات بضلوا يزحفوا على الارض، واي اشي قدامهم بياكلوا. يمكن ماكل مكياج، فرشاية سشوار، ايش كمان ممكن يكون ماكل؟ نمل وحشرات اكيد. ليجو اكيد، الليجو هذا هالكبار حتى باكلوه. الليجو الموجود في كل مكان، بس لا هلا الليجو بيغطس في الاشي اللي في بطنه هذا الاخضر. لازم اكون سريعة لانه الليجو كتير بغطس بسرعة. اخيرا هربت. وهلا شو هاد؟ احزمة الليزر الكاوية، وفي دبدوب اخضر كمان. انا هاي النطات كتير بكرهها، لاني عادة بتطلع من فوق لما انطها. هلا هاي كأنه إلها استراتيجية، حستنى هذا الاشي اللي بدور. ما بعرف شو هو. ساعة؟ هاي ساعة مبلوعة في بطنه؟ هاي عقارب ساعة ولا اجنحة طيارة؟ فحستنى هذا الاشي اللي بدور لما يوصل يكون بعيد عني عشان ما انط عليه لانه بيموت. دقيقة كتير عم بستنى، انا عارفة مش قابلة اتحرك من كتر الخوف، دار مليون دورة في الدقيقة. واخيرا خلصت. ايش في رولينج جرين بيز؟ بلع شو هاي البيز اللي بالعربي؟ بزلة؟ بلع بزلة ضخمة؟ انا هاي اضخم بزلة اشوفها بحياتي، لونها بطيخة مش هيك. يا بزلة، البزلة ضربتني وانا مش نطة اصلا. بزلة الخبيثة رح انتبه لها. اوكي هلا لازم اهرب اهرب، انا استهنت في قدراتك يا بزلة. دقيقة وينها؟ أنا كتير خايفة منها، دخلت في الحيط عشان ما تقرب علي، ما بعرف كيف لمستني. هلأ لازم أهرب أهرب أهرب، هذا هون في مخبأ، بس حس الطريق كتير طويلة، وحس البزلة رح تطلع من الهاي. إيش ضل هلأ؟ ما في مخبأ، ما في مخبأ، خايفة تطلع على راسي. شو هذا المكان؟ عمود الفقري؟ وفي ليجو؟ هذا ليجو بيموت؟ مش عارفة. لا ليجو ما بيموت، ما في ولا إشي بيموت هون. وإيش لازم أعمل؟ لازم اتسلق على عظام البيبي زي عظام الديناصور الصغير. انا كتير بكره التسلق على العظام. طيب رح احاول اركز، بس انا كتير بحس التسلق على العظام هاي الملفوفة. دخلت مرة بطن اشي تاني، نسيت شو كان، كان بيبي ولا معلمة. دخلت بطن كائن وكان عنده هاي العظام وكتير طولت. كان إليان كأنه، مش عارفة ايش الكائن. وهلأ لازم اركز، المشكلة مو شايفة رجلي وكتير حاسة صعب. كم وحدة ضل؟ اذا بموت هلأ عن جد رح انقهر لانه طلعت كتير.
الحمد لله شكلي ما رح اموت لانه هاي المشي للسلحفائي بعرف امشي. شو هاد عنده مصنع في بطنه؟ مصنع شو؟ مصنع شكله مصنع برابير واشياء مقرفة، هاي الاشياء اللي بتفوها البيبيات وبتطلع من انفهم. ايش لازم اعمل؟ فكرت انه لازم ادخل اتصنع معاهم، لا لازم انط. رح اجرب انط هون بسم الله، وبعدين هون، وهلأ لازم اسرع، واخر نطة اخر نطة. الحمد لله هربت. شو هذا الاشي المقرف الاخضر؟ يا شكلها انفاس البيبي المقززة طرنا عليها. وهلأ لازم نبني. نبني شو؟ ناخد هدول ونبني. طيب وين لازم احطها؟ هون. اوكي هحطها هون مع اني مش شايفة وين هحطها، وحمشي عليها ورح ارجع اخدها نفسها. تعالي واحطها. هو لازم احطها كمان مرة ولا خلص هاي بقدر؟ هحطها كمان مرة، ما بعرف هستفيد، هضل ماخداها معي. الحمد لله. بقدر اخدك كمان مرة ولا صرتي كتير بعيدة؟ شوف بقدر اخدها، بقدر اخدك كأنها هاي كرافس، تشبه هاي الخضروات. مش عادة بيحطوا حدايد للبناء بس حاطين هذا الاشي الاخضر، يمكن عشانه بيبي. ايش هاد؟ اوكي ممكن ما كان في داعي ابدا اني احطك هون، بس خلاص حطيتك. وهلا انتحر في هاي الحفره. وين صرت؟ شو هاد؟ كاني انا طلعت من بطن البيبي وصرت في المدينه، مش عارفه وين انا. بس ايش هاد؟ في لافا تحت على الارض. يا الله كتير بخوف، ونطات كتير سريعه، مش قادره اركز، احس حالي رح اموت، مش على بالي اوقف اللافا. كتير صعب اني اغير اتجاهي. دقيقه واحد، وهي ايش كمان؟ لازم هلا اكون اتجاه مستقيم. اخر نطة اخر نطة. شو هاد؟ هذا البيبي هون؟ ايش هذا البيبي؟ ليش هون؟ نايم كأنه؟ في مسدس رح اطخطخ على البيبي؟ انا جاي هجوم. هو اشي شرير انه الواحد يطخطخ على البيبي، بس هو هذا البيبي عملاق فعادي يعني، ما مش حاسة انه رح يتأذى كتير. وينه؟ خد خد. ليش ما عم تموت؟ لا مش انت، عنده جيش. يا الله عنده جيش كامل ومعهم خشخشات يخبطوني على راسي فيها. موتوا موتوا. يا الله مش عارفة اصوب عليهم. قتلوني. انا هاي المرة رح اعمل خطة، لاني اولها ما كنت فاهمة مين اللي لازم يموت ومين لازم يعيش، فهلا رح اعمل استراتيجية الهجوم عليهم. ما رح اعطيكم فرصة انكم تهجموا علي. يا الله عم بصوب على الحشيش، مش عارفة اصوب عليهم. خد، هلا حيكون في وراي مجموعة تانية رح اهجم عليك. ليش ما عم تموت؟ وانت كمان. يا الله كتير صعب، مش عارفة اطوخ عليهم. وانت ضل اخر واحد، رح اسيبك بعدين اهجم على هدول. خد خد خد. في واحد وراي اللي كان. خد. وهلا انت. يا الله لساتهم كتار. موت موت. في واحد كان رح ياكلني، كان رح ياكلني. وهلا هاد وهاد. انتوا ليش شكلكم بيبيات اولاد بس لابسين الوان بنات؟ خد خد خد. عم بينط عم بينط. وانت انت البيبي الاخير صح؟ البيبي الاخير البيبي الاخير. الحمد لله. وهيك البيبي شكله اختفى. ما قرأت ايش مكتوب هون. بدي اهرب من هذا المكان باسرع ما عندي. ما بعرف وين البيبي العملاق راح. صرت كأني بالغابة. شو هاد دبديب سود؟ كأنه هاي الأشياء الصينية، كأني في مكان صيني. ما بعرف ليش الدبدوب الأسود حسسني إني بالصين. وهلا لازم أركب. إيش هذا؟ سيارة بيبيات صغيرة مش قادرة أشوف معالمها، بس كأنها شنبات بيبي. هذا راسه مش قادرة أشوف، بس حاسة حالي راكبة على راس بيبي. ما بعرف وين رح نروح. في إشي بلمع هناك أطخ عليه احتياطا، بس ما عم بيموت. والطريق كتير طويلة، ما بعرف لوين رح نوصل. شو هاد؟ هاد أنا؟ ليش هيك لوني؟ ليش لوني أصفر؟ حاطة على حالي كركم أو شي، قناع الكركم الجمالي؟ لا أنا ذهبية، صرت ذهبية لأني فزت عدد مثالي الذهبي الرائع. فعلا كانت سيارة بيبي وأخيرا شفت وجهها. حلوة اللعبة وكانت صعبة كتير، خصوصا قتل البيبيات. بتمنى تكونوا تسليتوا. واو هدول عن جد برو، خلصوا اللعبة ب 8 يعني
845 ثانية الجزء الصعب، والجزء السهل 804 ثانية. واو عن جد هدول برو ما بعرف كيف عندهم طاقة هيك يخلصوا اللعبة بهاي السرعة، حسيت حالي طولت فيها. بتمنى تكونوا تسليتوا وعجبتكم، رح اترك لكم اسمها بصندوق الوصف، واذا عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك، واشوفكم بفيديو تاني. باي باي.